في سنة كام؟ في سنة تانية اعدادي، عندي 14 سنة. تمام، جاي للمعرض السنة دي؟ جيت المعرض عشان حلو يعني، الكتب فيه علمية وثقافية، وبالذات يعني الكتب الصغيرة، كتب الأطفال؟ كتب الأطفال، عشان الأطفال حتى بيكسر عند إخواتهم وكتير، فإحنا جينا عشان مثلا نجيب حاجة نشتري عشان إخواتنا يتثقفوا ويعرفوا ويتعلموا وياخدوا حكم من القصص ومعلومات. وأنا محمد ياسر محمود، أنا في تانية إعدادي وعمري 13 سنة. جيت النهاردة المعرض عشان أنا بحب القراية، ولازم عشان القراية مهمة ولازم نتعلم ونجمع عقلنا. إيه رأيك في المعرض السنة دي؟ المعرض جميل، هو صراحة أنا أول مرة أجي المعرض، فأول مرة أشوف كتب وأعرف إن يعني أنا كنت بحب القراية يعني، بس أول مرة أعرف إن المعرض جميل كده، وجاي وعايز أشوف كتب إخواتي عشان يتعلموا ويقروا. كتب الأطفال؟ كتب الأطفال. أكتر حاجة كتب الأطفال؟ إيه؟ جاي عشان كتب الأطفال. كتب الأطفال، وأشوف كتب برضو على قد سني أعرف. بس.